حسام حسن خد شعبية كبيرة جدا عند جماهير بورسعيد. نعم. ومش من السهل ان اسماء وكمان مش بورسعيدية او من خارج بورسعيد تكسب شعبية عند جماهير النادي المصري. نعم. هل الكابتن ايهاب جلال وصل لهذه الشعبية الان ولا لسه قدامه شوية؟ لا شوف، هو شعبية حسام حسن برضك خلي بالك نبعة مش من التدريب بس. شعبية حسام حسن نبعة من هو لاعب منتخب مصر الفز طبعا، هداف مصر الاول، من الناس اللي مثلت مصر بشكل كبير جدا وعدد كبير جدا من المباريات. حسام حسن ليه بصمات وتاريخه كبير جدا كلاعب طبعا. هو طبعا وابراهيم حسن طبعا. حسام حسن الحظ حالفه ان هو خلص من هنا واشتغل على طول. انا من شويه قلت لك ان ايهاب اخذ الموضوع بالتدريج. يعني مره كفر الشيخ ومره مش عارف حد في الصعيد تقريبا. صحيح. يعني اخذ السلمه واحده واحده. حسام حسن الحظ كان معاه وهو فلح زي ما بيقولوا بالبلدي. مظبوط. ان هو مر النادي المصري على طول بمجرد ما بطل كوره. يعني حسام حسن انا دربته في النادي المصري. شرف ليا طبعا. طبعا. وفي نفس الوقت اول ما خلص كنت انا ماسك الفرقه، استلم الفرقه مني هو. وعلى طول بدات نجاحاته على طول بصراحه. يعني الحق يتقال ان حسام حسن عمل شغل جميل في بدايات تدريبات حياته التدريبيه، لكن اكمله في السنوات القليله الماضيه دي. يعني عمل فيها انجاز. حتى انا كنت بطلع في اي برنامج واقول النادي المصري في عهد حسام حسن عمل شغل يماثل ايام بوشكاش في العصر الذهبي، ايام ما احنا كنا بنلعب في اول الثمانينات. كان النادي المصري بدا يقرب للشكل بتاع الثمانينات، بدا يعيش الناس حسام حسن في هذه الكوكبه من النجوم. وبدا عمل، وبعدين ما تنساش ان هو جاب ولاد انصاف او يمكن مش نجوم خالص وعملهم نجوم، منهم احمد جمعه طبعا على سبيل المثال طبعا، واخرين اسلام عيسى طبعا واحمد اسمه